عشان كده تعالوا بقى ندخلكم اجواء البطوله شويه ونستعرض بقى مجموعات البطوله ويعني نشوف توقعات مين الفرق اللي هتصعد. وكالعاده يعني توقعاتي ما بتخرش الميه زي ما انتم زي عارفين. قطر كده، واسال الدوله المنظمه اسال مجرب يعني انت الزمالك القطريين قالوا احنا ايوه بقى عندنا انت مشكله مع البرنامج ده بسبب انت احمد عايز حسام. يعني قطر بتلعب كاس عالم اول مره وانا قلت اطلع، كنت بشجع كده ان هم فرقه عربيه وبقيه يصعدوا يعني. الفرق ماشي. ماشي نروح للمجموعات واحفظوا يا جماعه التوقعات دي. دي المجموعه الاولى منتخب كوتيفوار غينيا طب ما نقول بيساو. حاجه الاول، طيب قول النظام هيمشي ازاي؟ هو انت قول هتقول اول وتاني بالترتيب، مش اتنين من هيصعدوا لا وخلاص؟ لا ما نقول ثلاثة الا اثنين هيصعدوا والمجموعة دي يصعد منها ثالث، مش لازم نرتب لا عشان لا لا هي لا، ما بتخرج هي معايا في التحدي في الترتيب. كده، هو التحدي في كده، النقط الترتيب ليه نص نقطة زيادة، تمام الترتيب ليه نص نقطة زيادة، خلاص والأول والتاني اللي هي النقطة العادية اللي أنت بتاخدها، الفريق الأول هو نقطة، التاني نقطة، فرق معاك بتاخد نص نقطة. خلاص تمام. نروح يلا بينا. المجموعة الأولى كوتيفوار غينيا بيساو غينيا الاستوائية نيجيريا. ابدأ فارس بالتوقعات. كوت ديفوار الدولة المستضيفة أول ونيجيريا تاني. تمام انا كده مش هختلف في التحدي بقى، ما خد طب ريسك على انت نيجيريا. عايز اخدنا اول مجموعه اخد ريسك فيها؟ لا خليني اقول كوت ديفوار نفس اول. باللذات إلا كل مغامر لا 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 يغامر. ما تخلينيش اقول لك نيجيريا تالت بقى، بس خلي كوت نيجيريا تاني. تمام. المجموعه الثانيه المجموعة التانية مصر وغانا وموزمبيق وكاب فيردي. مصر أول، غانا تاني. ايه؟ ايه انت عايز حاجه غير كده؟ عمال تقول لي التفاؤل وموزمبيق وبدأنا، جيت هتعطل هنا. مصر اول، غانا تاني. ماشي الناس بتغير آراءها يا جماعة بس مفيش مشكلة. لا احنا كده مش طب ما كده طب لا لازم نتوقع التالت مين. لا التالت بعد المجموعات تمام ممكن اصل نتوقع، كده لان هم طبعا اربع توالت. يعني مجموعة مصر مش هنقول غير مصر اول وغانا تاني وان شاء الله تبقى ونرجع مصر اول. للاربع توالت من الستة ماشي مجموعات. تعالى المجموعة التالتة السنغال وجامبيا والكاميرون وغينيا. خليني بقى ايه ابدا انا المره دي عشان اقول السنغال اول الكاميرون تاني. تمام، متفق معاك. السنغال اول والكاميرون تاني، دي المجموعه سي فيها السنغال اول والكاميرون تاني. نيجي بعد كده للمجموعه الرابعه، بوركينا فاسو موريتانيا الجزائر انجولا. انا بقول الجزائر اول وبوركينا تاني. انا بقول بوركينا فاسو اول. ياه لازم اخد الريسك صعبه بقى، دي، ده الجزائر لازم يعني. اخد الريسك. لا ما الجزائر عملت بطولة سيئة المرة اللي فاتت والجزائر تاني. تمام ماشي. المجموعة كرمنا الخامسة. يا رب من عندك. طبعا الاخوة الاشقاء في الجزائر ما يزعلوش، احنا انت اتمنى ترند الصعود النهاردة طبعا. في الجزائر. انت في وهران دلوقتي ترند. يعني اتمنى ما يزعلوش. بوركينا فاسو اول والجزائر تاني. المجموعة الخامسة تونس ناميبيا مالي جنوب افريقيا. المجموعة دي محيرة. قول يا نجم انت اي حاجة محيرة قول. ليه. طب ما انا قلت بوركينا فاسو طيب والجزائر. انا بشوف ان المجموعة دي تونس اول مالي تاني. تونس اول مالي تاني. جنوب افريقيا تاني. جنوب افريقيا تاني. ده اه ما دي انا هتفرق جامد دي. بيرسي تاو ان شاء الله يعمل حاجه، يعني ديانج ده مش مننا. هيصعد تالت ان شاء الله ده ابننا طبعا. طيب المجموعة السادسة المغرب وتنزانيا وجمهوريه الكونغو وزامبيا. وزامبيا. المغرب والكونغو. المغرب والكونغو اول وتاني، وانا اه برضو متفق المغرب والكونغو الديمقراطية تاني. احنا هنا عندنا اربع توالت تقدر تختارهم. طب خلينا بس الاول نركز ونراجع عشان نعرف انت يلا ايه. انت نراجع. يعني انا خدت المجموعه الاولى كوت ديفوار نيجيريا، انت اتفقت ونفس معايا. الترتيب كوت مصر ديفوار غانا نيجيريا. متفقين. تمام السنغال الكاميرون. متفقين في هي الترتيب المجموعه الرابعه بوركينا فاسو الجزائر. اختلفنا انا انا قلت الجزائر بوركينا. تمام وانا قلت بوركينا الجزائر. والمجموعه الخامسه انا قلت تونس جنوب افريقيا، انت قلت تونس مالي. ده حقيقي اه المجموعه السادسه اتفقنا المغرب والكونغو. اربع بالظبط، توالد بقى حضرتك قول لي. اربع توالي تقول لي بتسالنا الاول. ماشي خلينا بس يعني نروح للي انا شايف ان فرصه اعلى الاول. طبعا جنوب افريقيا دي من المجموعات اللي هي مرشحه انا بقول لفكره. مالي، انا معاك في نفس المجموعه دي، الثلاثه دول هيصعدوا ان شاء الله ما هو ده هيفرق بقى في حته النقط الترتيب. للترتيب. ماشي انا بشوف ان في المجموعه بتاعتنا كاب فيردي ايضا لها حظوظ، تمام وجامبيا تمام وانجولا. حلو قوي، كويس انت قلت جنبي دي عشان انت شكلك هتتعور فيها.
انا بروح ل يعني خلينا نقول الاول كاب فيردي معانا، ومعانا مالي اللي هو اختار طبعا جنوب افريقيا، لكن هي دي في المجموعه، وفي مجموعه بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا، انجولا، بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا، انجولا. انت جاي تذاكر هنا؟ لا انا اروح لغينيا في المجموعه الثالثه، مش جامبيا، اروح لغينيا. تمام. تمام كده انا اخترت كام تالت انا كده؟ انا تهت بقى. مالي، لا ما هو مالي في المجموعه الخامسه، ماشي، اللي انا مختار فيها جنوب افريقيا. المجموعه الثالثه انا مختار غينيا اللي انت مختار فيها جامبيا، تمام. المجموعه الثانيه انا مختار كاب فيردي، المتفقين في دي. يبقى متفقين في كاب فيردي. تمام. هختار غينيا بيساو في المجموعه الاولى. غينيا بيساو في المجموعة الأولى، يبقى أنت كده الأربعة: غينيا بيساو، كاب فيردي، غينيا، ومالي. مالي. طيب أنا الأربعة هم كاب فيردي، جامبيا، أنجولا، وجنوب أفريقيا. بس هتعشي انت فريق عمل البرنامج بعد ما تخسر ال ده على الهوا التدبيسة دي. عارف انت الثقة، وفي الاخر انا بخسر. ماشي، انا موافق. فريق البرنامج يتعشى على حسابك بعد الخسارة دي. ده لو انت خسرت يعني. انا مش هخسر يا فارس. طب ماشي خلاص. تمام. الرابع بكام نقطة؟ الأحسن توالت الأربع فرق. لا ما انت نقطة؟ لو لا طبعا. خلاص ماشي، هتفرق جامد دي. وترتيب المجموعة بنص. والأول والتاني نقطة. خلاص نقطة. خلاص. زي الفل. هنعمل جدول بالنقاط بعد نهاية دور المجموعات. ولسه عندنا بقى وبلاش بقى طريقتك بقى في كل مباراه وفي كل مجموعه تقعد تدعي وتقعد تشجع وتبعت لنا. احنا هنرحل لسه، ده في دور 16 وده في معمعه هتحصل. تمام. بس اخر النقط في البطوله. لا لا، ايه ده؟ لا اخر لا. النقط في البطوله عاش تاني الناس اخر تاني. النقط هو الناس ما ورناش غيرها، واطعام مسكين يعني. مش كل راوند هنعشي الناس. هو في اخر البطوله اللي عنده نقط يشيل. خلاص.